مش عرفتي وده مش كيدير. الرجال ولو خايفين مات لو بغواد العيالة كاع. تنقول لكم انا في فرنسا داك الشيء اللي كان قرا دابا داك الشيء اللي كيقرا دابا قال لك صافي هما صافي ولاو الرجال كيعيشوا بوحدهم، بل ذهبوا الى درجه انهم قالوا من هنا 2030 لن تبقى هنالك علاقات جنسيه في فرنسا، ويستغنون عن ذلك بالعمل وكذا الى اخره. ومره في الاسبوع كيدخلوا يشوفوا داك الشيء ديال البورنوغرافي، عرفتوا هذا الاباحيه الافلام الاباحيه، وكي يمارسوا العاده السريه وتيفضيوا هذا المشكل. ما تجي المراه تقول له اغتصبتيني، ما تدي للمحكمه، ما فهمتيني ولا لا. ودابا دابا في المغرب ديالنا انا شفت شي شريطه شي شعبيين فهمتي ولا لا، تيقول له تزوج تمشي للحبس. صافي هذا الشيء اللي كاين. انا بعدا باقي كنعقل ملي كنا كنجيو في طنجه كانوا العراسات كيقيلوا عرضوا علينا الاخوان كنجيو ندوز، واش باقي شي عراسات ولا والو؟ واش باقي ولا باقي؟ ايوا غير قولوا باقي، راه دابا شويه ما غيبقاوش. ولا هاد الشيء هذا بفعل قوانين تمرار والى اخره. وقال لك اسيدي بحال بحال، وشوف دابا شوف دابا هاد بنادم قال لك اسيدي الراجل والمراه الا تزوجوا ملي تفارقوا داك الشيء اللي كسبوه بجوج خصهم يقسموه. حيت دابا العيالات كيقول لك والله الا مزيانه هادي، ولكن راه ماشي النتيجه ديالها انك غتقسمي مع الراجل اللي تفرقتي معاه، وراه ما غيبقاش يجي يدور فيك، غيمشي بعد الاتساع وغيبدا يدير داك الفلوس من تمو ولا با ولا خو ولا جد، غيتخربق هذا الحساب مره واحده. علاش اخويا غنقسموا؟ انت بفلوسك وانا بفلوسي، الا كنا غنديروا شي حاجه مشتركه نديروا لها القانون ديالها. ولا مات الراجل المراه تدي حقها اللي عطاها الشرع، ولا مات المراه الراجل يدي حقه. دابا المراه ملي تعرف راسها الا كانوا عندها الاولاد كانوا عند الراجل الاولاد تدي الثمن، ولا ما كان عنده ولاد تدي الربع، ولا طلقات معاه تدي النص. شكون هاد المراه اللي غتبقى مع راجلها؟ كلشي العيالات غيشعلوها مع الرجال فهمتي ولا لا، باش يتفرقوا معاهم باش يديو لهم